اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ولقاء اسبوعي متجدد في الجمهوريه الجديده. زي ما قلت لحضراتكم الحلقه اللي فاتت، على مدار حلقات هذا الشهر قررنا ان احنا نقدم لحضراتكم حصاد التطور في عدد من قطاعات الدوله. الجمعه اللي فاتت اتكلمنا بالارقام وبالصور عن كل اللي حصل في تطوير قطاع الكباري والنقل والطرق. حلقتنا الاسبوع ده هنتوقف فيها مع حضراتكم عند تطوير هائل يمكن كلنا لمسناه، تطور من نوع اخر. احنا دايما لما بنتكلم او بنستخدم تعبير الجمهوريه الجديده بنتكلم عن العنصر الاهم فيها وهو الانسان، علشان كده الدوله بتعمل على توفير حياه كريمه للانسان. كلمه حياه كريمه مش كلمه مقتصره او شعار مقتصر على توفير سكن كريم، على طريق بيتم تنفيذه على اعلى المستويات. حياه كريمه برضو يعني صحه. الصحه الملف اللي هنفتحه مع حضراتكم النهارده، التحدي الكبير اللي واجهته الدوله المصريه في وقت يمكن كان صعب على العالم كله في ظل انتشار وباء فيروس كورونا. الدولة المصرية ادت العالم درس وادت نفسها درس برضو، ازاي ممكن يكون في استراتيجيات، ازاي ممكن نحط خطط عشان نعدي من كل الأزمات بأقل الخسائر الممكنة، او يمكن في خلال نقاشنا النهاردة نعرف ان احنا طلعنا من غير خسائر من الأساس. ده حصل بالتماشي وبالترابط مع التطوير اللي حصل في كل قطاعات الدولة اللي بتعمل على خدمة المواطن المصري. النهاردة زي ما قلت حضراتكم هنتكلم على التطوير وماذا حدث في قطاع الصحة على مدار 7 سنوات، إزاي المواطن بقى بيحصل على الخدمات بكل سهولة وبكل يسر وبدون مقابل. شفنا ده في مبادرات رئاسية، شفنا ده في منظومة التأمين الصحي الشامل. كل ده هنتكلم فيه في فقرتنا النقاشية، لكن اسمحوا لي أن أنا أبدأ مع حضراتكم بعرض سريع لنشاط السيد الرئيس هذا الأسبوع. على مدار السنوات 7 الماضية سلكنا طريقا شاقا من أجل بناء دولتنا الحديثة وصولا إلى الجمهورية الجديدة لصياغة المستقبل المنشود لوطننا العزيز. هنعمل بفضل الله كل شيء جميل لبلدنا لما الدنيا هتحتار في اللي احنا بنعمله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع ده قام بزيارة لجامعة كفر الشيخ وشارك في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس وكمان العاملين في الجامعة. حرص الرئيس على إجراء حوار مفتوح معاهم للاستماع لكل آرائهم، وبعدها بدأت فعالية حضرها دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وأساتذة الجامعة و الطلاب. السيد الرئيس أكد حرص الدولة على ارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازي مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وده وفق نهج يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي. بعد انتهاء الحفل في طالب اسمه محمد فريد طلب من الرئيس ان هو يسلم عليه، فوافق الرئيس ووقف عشان ينتظره حين حتى ما نزل من على خشبة المسرح وقام بمصافحة الرئيس. خلونا نشوف الفيديو ده ونرجع لحضراتكم تاني. تسمح لي يا رئيس اجي اسلم عليك؟
في الحقيقة حضور الرئيس لافتتاح كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة كفر الشيخ كان فيه الكثير من المواقف الإنسانية. هي الإنسانية بشكل عام بتكون حاضرة في لقاءات السيد الرئيس، سواء مع طلاب، مع شباب، مع حتى المسنين اللي بيلتقيهم في الشارع. في نوع من العلاقة والترابط بينهم بتنعكس بشكل إيجابي على الشكل اللي حضراتكم بتشوفوه، وأيضا على المصريين والمواطنين الموجودين في الشارع. الاحتفالية دي تحديدا اللي الرئيس حضرها كان فيها أكتر من موقف بيأكد ده. يمكن كان أحد الطلاب في من جامعة كفر الشيخ كان طلب من السيد الرئيس إن هو يتم تنفيذ ما بيدرسوه على في كلية الذكاء الاصطناعي، والرئيس هو اللي طلب منهم إن هم يقوموا بده. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع المستشار عمر مروان وزير العدل. الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية. الرئيس اطلع على ما تم من إجراءات من قبل وزارة العدل لإنهاء المنازعات الحكومية بين مختلف الجهات، وتم في هذا الإطار الفصل في كافة الدعاوى اللي بيرجع بعضها لتسعينيات القرن الماضي. وكمان سيد الرئيس استقبل رافائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورحب بزيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمصر، وأشاد بجهوده لتفعيل الدور الهام للوكالة في إطار استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية على مستوى العالم ودعم مساعي نشر السلام والأمن الدوليين. وأكد كمان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقع عليها مسؤولية كبيرة نحو تعزيز استقرار وأمن المنطقة. والأسبوع ده الرئيس كان ليه كلمة عبر الفيديو كونفرنس في لرؤساء لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية في إطار أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 17 للجنة واللي بيعقد في القاهرة. الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في مؤتمر لجنة سيسا وتولي مصر رئاستها لمواصلة الإسهامات في تحقيق التكامل الأمني والتنسيق ورفع القدرات للمساعدة على التغلب على المخاطر الأمنية التي تحيط بالدول الإفريقية. حال الأسبوع ده كمان الرئيس أصدر قرارين جمهوريين في غاية الأهمية. الأول كان بتعيين الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائد للقيادة الاستراتيجية ومشرف على التصنيع العسكري بدرجة نائب وزير. القرار الثاني كان بتعيين السيد لواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة مجاهد قائد للقوات البحرية. على صعيد الاجتماعات الرئيس اجتمع مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول. الرئيس وجه بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية خاصة في القرى المدرجة في إطار مبادرة حياة كريمة، ده بالإضافة للمناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة فضلا عن التوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطريق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية. الرئيس كمان الأسبوع ده استقبل رئيس البرلمان الصربي، وده كان بحضور دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. الرئيس عبر عن تقديره تجاه مسيرة العلاقات التاريخية اللي بتجمع مصر وصربيا والممتدة على مدار أكتر من قرن من الزمان. أعرب كمان عن تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات. الرئيس كمان اجتمع مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. الاجتماع ده تناول متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس خلال العام الحالي، والرئيس وجه بتعزيز مشروعات الهيئة في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، كل ده لدعم التنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية.
مشاهدينا الكرام، كده نكون عرفنا حضراتكم على نشاط السيد الرئيس على مدار هذا الأسبوع. خلينا نروح لفاصل قصير، نعود من بعد لاستكمال هذه الحلقة. مستقبل البلاد جهد وعرق وتضحية. لأن دي بلدنا كلنا، وده مستقبلنا ومستقبل أولادنا كلنا. احنا خدنا الطريق الصعب قوي وتصدينا لمشاكلنا بجد، وقلنا لازم نغير حياتنا ولازم نحسن من حال الناس. أنني كنت وما زلت على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات لما نرضاه ونفخر به. اهلا بحضراتكم من جديد في حلقتنا النهارده، وزي ما قلت لحضراتكم او نوهنا في بدايه الحلقه ان احنا هنبدا حصادنا فيما يتعلق بمنظومه الصحه والتطوير اللي حصل فيها خلال الاعوام الاخيره. احنا جادين في مواجهة تحدياتنا، احنا بنعمل ده لان ده دورنا، دورنا كحكومة ودورنا كمؤسسات ودورنا كمجتمع مدني، ان احنا ناخد بايد الناس في مصر لمستوى افضل. احنا كمان شكلنا ثقافة الانتباه، الانتباه لينا كلنا كمجتمع من موضوع الفيروس سي، سواء كان للكبار او للصغار. احنا بنتكلم في حاجة بتمس مريض، يعني حتى الانسان السليم يعني ما عندهش مشكلة، لكن المريض بيبقى عنده مشكلة كبيرة قوي ان هو يعني يجد الدواء الجيد، وزي ما تقال كده بسعر يبقى مناسب. احنا كلنا مأمونين على مصاير بلادنا وشعوبها. واحنا بنتكلم على الحصاد المتعلق بقطاع الصحة، ما كانش ينفع ان احنا نغفل مدينة الدواء اللي افتتحها السيد الرئيس هذا العام. الدولة المصرية كانت منذ فترة طويلة تحلم بمشروع مدينة الدواء، واللي زي ما قلت حضراتكم افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهر أبريل الماضي تحت اسم جيبتو فارما بعد 3 أعوام من أعمال التنفيذ. المشروع ده بيعد من أكبر المدن والمصانع في منطقة الشرق الأوسط. يقع هذا المشروع على مساحة 180 ألف متر، هذا المشروع مقسم لمصنعين، الاثنين بيضموا 20 خط إنتاج، وبيتم تصنيع كل أشكال الأدوية في جيبتو فارما من أقراص، كبسولات، فورات، مستحضرات دوائية للشرب، كريمات، عبر تكنولوجيا تصنف هذه التكنولوجيا الأعلى في العالم. يهدف هذا المشروع أو مشروع مدينة الدواء لتوفير الأدوية بأحدث التكنولوجيات العالمية وبأسعار كمان مناسبة للمواطنين، الأمر اللي هيعمل فارق كبير مع المواطن المصري وهيتيح توافر الأدوية اللي بيحتاجها بكل سهولة وبأسعار مناسبة للجميع. في مدينة الدواء في 15 خط إنتاج في أحد جوانب هذا المشروع، وهي منطقة بتبلغ طاقتها الإنتاجية 150 مليون عبوة
أدوية بشكل سنوي. أثناء تنفيذ هذا المشروع الدولة راعت أن يتم تنفيذه بماكينات تعد هي الأحدث في عالم مجال صناعة الدواء. ماكينات مدينة الدواء أو جيتو فارما بتعمل بشكل إلكتروني بالكامل، يعني في حال وضع العامل يده داخل هذه الماكينة أو فتحها بتتوقف بشكل تام عملية التصنيع. بيقتصر دور الكوادر البشرية على وضع بيانات ومعلومات التشغيل على هذه الماكينات الحديثة فقط. تطبق مدينة الدواء ما يعرف بممارسات التصنيع الجيد للدواء، ودي بتطبق أعلى معايير الجودة مع توفير نظام حوكمة إلكتروني إلى جانب الاهتمام بالموارد البشرية لتوفير عامل مدرب ومحترف. خليني أقول لحضراتكم أن بيعمل في هذه المدينة قرابة 200 عامل في المدينة بشكل كامل، لأن هي بتعمل بشكل مميكن بشكل كامل. كمان المدينة بتعمل على تحديث المستحضرات الصيدلية اللي ممكن بتنتجها وفق كل ما هو جديد بشكل عالمي، مع طموحها ان هي كمان تصنع منتجات أخرى غير اللي بيتم إنتاجها في جيبتو فارما أو في مدينة الدواء حالياً. هذه المدينة بتعمل على إنتاج أدوية الأمراض المزمنة وبتركز عليها بصورة كبيرة، زي أدوية الضغط، أدوية القلب، مرض السكر، الكلى، المخ والأعصاب، المضادات الحيوية والمستحضرات الأساسية اللي بتمس حياة المواطنين، بالإضافة كمان إلى الأدوية اللي بتستخدم في بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد. الهدف الأساسي من هذه المدينة هو تأمين الأدوية الحيوية للدولة. من المقرر أن تشمل مدينة الدواء توسعات بشكل مستقبلي، هتشمل الدخول في عالم إنتاج الأمصال واللقاحات في وقت لاحق. تستهدف هذه المدينة التكامل مع الشركات القطاع الخاص عبر تعاون كبير مع هذه الشركات عشان تعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي في هذا المشروع الأولي، ثم تدخل في مرحلة التصدير اللي بنسب بتتراوح من 25 ل 30% من إنتاج هذه المدينة على مراحل أخرى. تسعى المدينة للحصول على شهادات الاعتماد الأوروبية عشان تتح لها فتح أسواق لأوروبا عشان يتم تصدير هذه الأدوية اللي بيتم إنتاجها على أرض مصر. المدينة ستعمل على الاهتمام بكل شيء، بداية من نوعية الدواء، فعالية الدواء، شكل العبوة الدوائية، وده عشان الأثر النفسي للمواطن اللي هيشتري هذه الأدوية، وصولاً لجودة المستحضرات والمنتجات اللي بيتم تصنيعها عشان يخرج منتج يضاهي ما يتم تصنيعه في المنشآت العالمية، إضافة إلى أنه هو يكون في مركز أبحاث وتطوير مع الاهتمام بتطبيق معايير جودة على أعلى مستوى. يمكن مشاهدينا كان ده بشكل عام هو تقرير عن جيبتو فارما أو مدينة الدواء اللي افتتحها الرئيس هذا العام. خلوني أسيب حضراتكم مع تقرير عن جهود الدولة في قطاع الصحة خلال الأعوام الأخيرة، بعديها هنرجع نستقبل ضيفي في فقرتنا النقاشية في حلقة اليوم. الله على مصر وعلى حلمها يتشاف، دي بلدنا الغالية ما يوصفهاش أوصاف. هنأمن صحة كل المصريين. المبادرة دي كان الهدف منها إن هي تخش على قضايا بعينها وتستهدفها وتحل ما أمكن عشان تخفف من آلام ومعاناة الناس. وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي صحة الإنسان المصري في مقدمة أولوياته بعد توليه قيادة الدولة المصرية، وكان هذا الاهتمام ملحوظاً بشكل كبير في خطة الدولة لتحقيق مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، الأمر الذي ظهر جلياً من خلال المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المواطن. طفرة حقيقية شهدتها المنظومة خلال 7 سنوات على الرغم من جائحة كورونا التي فرضت ظروفا استثنائية على العالم أجمع.
زادت الدولة مخصصات الصحة في الموازنة بنسبة 47% لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021 مقارنة ب 175 مليار و 600 مليون جنيه خلال العام المالي 2019-2020. كان من ضمن الأسباب بتاعتنا على سبيل المثال يعني إن إحنا عندنا سمعة الفيروس ده خلاص مش موجود النهاردة. إحنا خدنا وثيقة من منظمة الصحة العالمية إن الدولة المصرية يعني تبقى للمعايير الطبية المعمول بها في العالم دولة خالية من الفيروس. إحنا مصرين على إن إحنا نتابع الفحوصات ونتابع العلاج لأي إنسان لا قدر الله يعني يصاب بأي حاجة من الأمراض. كانت الفترة الأولى للرئيس السيسي هي الخطط، وجاءت الثانية لتنفيذ تلك الخطط على أرض الواقع، والتي تمثلت في المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة التي جعلت مصر خالية من فيروس سي، والذي كان أحد أهم التحديات قبل مجيء الرئيس السيسي، والتي قالت عنها منظمة الصحة العالمية أنها أكبر حملة على مستوى العالم. في إطار المبادرات الرئاسية تم تقديم الخدمات لأكثر من 90 مليون مواطن من الفحص إلى المتابعة والعلاج بالمجان في عديد من التخصصات لدعم صحة المرأة وإجراء العمليات الجراحية وفحص الأنيميا والسمنة والتقزم، هذا بالإضافة إلى إنهاء قوائم الانتظار التي انطلقت عام 2018 وتخطت تكلفتها 5 مليارات جنيه خلال 3 سنوات. ليوجه الرئيس السيسي بالتوسع فيها هذا العام ومضاعفة ميزانيتها. ويستمر عطاء الدولة المصرية لتعويض المواطن المصري الذي ظل سنوات وسنوات يعاني من الإهمال في عديد من الخدمات المستحقة له. ولذلك سعت القيادة إلى التأمين الصحي الشامل، وهو نظام صحي تكافلي يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة عالية، وذلك وفقاً لمعايير الجودة وممارسات الصحة العالمية لكل المواطنين دون تفرقة أو تمييز، وهو أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر وأكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بما يشمله من خدمات ورعاية صحية متميزة وبجودة عالمية. تأمين صحي في كل محافظة، مصر عليك في الصحة محافظة، صحتنا دواء، مصر بتتغير في الصحة. ازاي عايز تعمل لها فرص عمل؟ ازاي احنا بنموت نفسينا عمل وجهد وفكر عشان نطلع بفضل الله سبحانه وتعالى بالدولة دي لقدام. فاضل 1000 خطوة، احنا عملنا خطوة من 1000 خطوة عشان الدولة دي تبقى دولة بجد.
أهلا بحضراتكم من جديد. تبذل الدولة مجهودات كبيرة وكثيرة لتطوير القطاع الصحي، وبيشهد هذا القطاع منذ سنوات طفرة في تطوير المنظومة. طبعا كلنا لمسين هذا التطور اللي الدولة شغال عليه خلال الفترة الحالية، من زي ما قلت لحضراتكم في البداية مبادرات رئاسية استهدفت جميع فئات المجتمع ورفع كفاءة المستشفيات، البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وطبعا مدينة الدواء اللي كنا لسه بنتكلم مع حضراتكم فيها اللي افتتحها السيد الرئيس في أبريل الماضي. هنتكلم عن كل ده بالتفاصيل، هنتكلم عن جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة من خلال ضيفي اللي نورني في استوديو دكتور محمد البدري، أستاذ بكلية الطب وعضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا. طيب خليني أبدأ مع حضرتك بالسؤال اللي يمكن ناس كتير ممكن تكون عارفة إجابته، بس عايزة حضرتك علميا برضو أو تقولي ليه الدولة بدأت بهذا القطاع تحديدا، ليه الصحة جت على رأس الأولويات؟ طيب هو احنا في الاول لازم نحدد ان اي دولة في الدنيا بتمتلك في الاول ادواتها، بتحاول يعني تحط الاستثمارات بتاعتها في مناطق معينة بعينها عشان ترجع بعائد على المواطن. أزمة القطاع الصحي على مستوى العالم وعلى مدار التاريخ ان الاستثمار فيه مش استثمار مباشر، انا بستثمر في الانسان نفسه، وبالتالي هذا الإنسان هيكون منتج بشكل أفضل. لما يكون الإنفاق في المجال الصحي كل ما يكون مرتفع، كل ما هضمن صحة أفضل للمواطنين، فكل ما هضمن مستوى إنتاجية أعلى على المدار. الدولة المصرية الحقيقة، أو نقدر نقول في الآخر 7 سنين أو آخر من 2014 بالضبط، هي آمنت بهذا وقبلت هذا التحدي وتمكنت من أنها تستثمر في القطاع الصحي وتضخ فيه سواء ميزانيات مالية أو سواء كوادر بشرية أو سواء محاولات تطوير على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التطوير العامل الكوادر البشرية الطبية، وعلشان يعني يبقى المنتج النهائي يقدر يواكب اللي بيحصل حوالينا في العالم. أزمتنا برضو التانية إن إحنا كان عندنا نظام صحي منخفض الساعة جدا، لكن لازم نعترف بكده من أول لحظة، منخفض الساعة، مش قادرين نقول إنه هو سيء لكن هو منخفض الساعة. إحنا عندنا كوادر بشرية مدربة كويسة جدا، بس العدد بتاعها كان لا يكفي الاحتياجات، لأن كان في عوامل كتيرة جدا بتواجه القطاع الصحي، يعني بيئة مش مناسبة. الدولة المصرية ابتدت في البداية إنها تواجه على محورين أساسيين. المحور الأولاني هو كان تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية في القرى وفي المراكز وفي المستشفيات، في عملية تجديد شاملة بتحصل في المستشفيات العامة على مستوى الجمهورية. صحيح. دلوقتي حتى المستشفيات الجامعية، احنا انا بتكلم على مستشفيات وزارة الصحة الاول، المستشفيات الجامعية كده كده التطوير كان بيتم بالتوازي. في يعني ميزانيات ضخمة تم ضخها في الـ في الـ في النقطة دي بالتوازي، كان لازم يتم مواجهة اكتر من تحدي في القطاع الصحي بشكل عاجل. الشكل يعني القطاع الصحي مشكلته برضو ان احنا محتاجين فترات زمنيه طويله. قدرنا نتغلب على الموضوع ده، او الدوله المصريه قدرت تتغلب على الموضوع ده بانها اطلقت مبادرات رئاسيه محدده لمواجهه. لا بس اسمح لي قبل ما نتكلم على المبادرات الرئاسيه، لان احنا هنتكلم عن اكتر من مبادره في الحقيقه، بس انا لفت نظري ان حضرتك قررت كلمه التحدي اكتر من مره فيما يتعلق بهذا الملف تحديدا. لو هنقدر نقول ان قطاع الصحه كان امام الكثير من التحديات، وحضرتك كمان اتكلمت بشكل أو بآخر إن مبدأ الإتاحة، أو الإتاحة بمعنى إنه إن الخدمة تكون متاحة للمواطنين، أصبح حاضر وبقوة ويمكن الناس لمساه. التحدي مع هذا الإتاحة وصل بهذا القطاع لفين دلوقتي بعد 7 سنين؟ بالضبط حضرتك، السؤال بتاع حضرتك مهم جدا، لأن إحنا عشان نقيم إحنا فين دلوقتي لازم نقيم إحنا ابتدينا منين. لو قيمنا إحنا كنا فين في سنة 2014 وإحنا فين دلوقتي، هنكتشف حجم الإنجاز. جايز إن اللي موجود دلوقتي ممكن يكون يقولوا لا إحنا لسه قدامنا، ودي حقيقة. إحنا ما ينفعش نقول إن إحنا وصلنا للمستوى إحنا مرضي، لأنه هو ما فيش مستوى مرضي عادة. أي طموح في الدنيا بيدور على الأفضل دائما، ولكن إحنا في 2014 كنا في مكان، عايز أقول لحضرتك مثال صغير، إحنا في 2014 كان عندنا من 5-7% من المواطنين يعانوا من فيروس سي. ماشي، كانت أجباد المصريين تعاني. صحيح. كان عندنا نسب فشل كبدي مرتفعة جدا جدا جدا. كان التحدي الأول والحقيقي للدولة المصرية إنها تقضي على هذا الفيروس. تمكننا في الفترة من 2015-2016 من التعاقد مع الدواء اللي كان طلع ساعتها، والحكومة تعاقدت بسعر يعني
يعتبر كان ساعتها متميز جدا. تعالوا نشوف النهاردة فيروس سي فين. أنا طبيب ممارس المهنة حتى هذه اللحظة على رأس العمل، أنا بقول لحضرتك إحنا ما بقيناش بنشوفه زي زمان، إحنا ما بقيناش بنشوف مرضى فيروس سي. ممكن نشوف ناس عندهم كومبليكيت أو عندهم مضاعفات فيروس سي قديم، لكن ما عندناش إصابات جديدة أو إصابات جديدة مزمنة زي ما كانت موجودة من 6-7 سنين فاتت. ده كان تحدي مهم جدا. عندنا مشكلة تانية جدا ظهرت، كانت في توزيع المواطنين على الوحدات الصحية. أنا كان مفيش يعني كان مفيش عدد يكفي من المنشآت الصحية اللي تقدر تستوعب المواطنين في مستوى الرعاية الأول، وده مهم جدا توضيحه للناس أو للمشاهد. مستويات الرعاية الأولى هي المستويات الأساسية اللي المفروض أي مريض بيلجأ ليها لما بيعاني من أي شيء، اللي هي المفروض أن في القرى الوحدة الصحية، والمفروض المستشفى العام القريبة من منزل، والكلام ده كله. مش بتكلم على المستويات المرتفعة في الرعاية الصحية، دي ما كانتش موجودة أو ما كانتش متوفرة، ما كانش فيه اهتمام بيها بالشكل المرضي، وما كانش فيه يعني عدد يكفي المواطنين أو يكفي الزيادة السكانية المرعبة اللي كنا بنعاني منها. وأعتقد أن احنا ما زلنا برضو محتاجين نقف وصدها كتير. دلوقتي بقى في منشآت صحية كتيرة جدا. منظومة التأمين الصحي الشامل لما يعني انتوت الدولة انها تبدأ فيها، ابتدوا يعني يطوروا من منشآت الرعاية الصحية الأولية بشكل كبير جدا، فأصبح عندنا حد أدنى يقدر يستوعب هذا الكم من المواطنين. طبعا مش عايز أقول ان كان عندنا التحدي الأهم اللي هو فيروس كورونا، التحدي اللي أمام العالم كله. الدولة المصرية أو نظام الصحي المصري، ده فيروس كورونا ده ملف ثالث، يعني المبادرات الرئاسية ملف وفيروس كورونا ملف. لكن اللي أنا فهمته من كلام حضرتك إن رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين هي أهم حاجة، أو هي كانت الهدف اللي حطاه الدولة المصرية كأولوية. طيب بما إن احنا بنتكلم على مواطنين وهنتكلم على المبادرات الرئاسية وبنتكلم على مستفيدين بشكل عام، خلينا نروح مع حضرتك نشوف تقرير عن رأي الشارع المصري في هذه المبادرات والمنتفعين من هذا القطاع. قبل كده كان في سيادة الرئيس بدأ معانا بحملة 100 مليون صحة، دي كانت الصراحة مجهودات عظيمة، وكانت أول مرة مصر تمر بحاجة زي كده، يعني ما سبقش وشفنا حاجة زي كده الصراحة. في اهتمام بالمرأة، في اهتمام الكشف المبكر على سرطان الثدي، في اهتمام بالأم وبجنينها وكل، في اهتمام، لا في اهتمام، في اهتمام بالصحة كلها. حاجة كويسة، حاجة كويسة ان يهتموا بينا، والناس فكرت في الناس المصريين. الأول ما كانش في حد بيفكر في حاجة زي كده، او حد بيهتم بواحدة ستة او عيل او طفل او اي حاجة، كانش في حد بيهتم بحاجة زي كده. انا شايفة ان الدولة في الفترة الأخيرة بدأت تهتم بصحة المرأة اكتر، بان هي بتعمل مبادرات اللي هو بتقيس الطول، بتقيس الوزن للاطفال من وهم صغيرين، الكشف المبكر لسرطان الثدي، وحتى كان في كشف مبكر لسرطان الثدي في جامعه القاهره نفسها فتره من الفترات للاهتمام بالصحه وموضوع كورونا. طبعا ده شيء عظيم جدا ومشرف للمصريين كلهم، وما شفناش ده قبل كده يعني في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني حاجات كتير جدا، مش بس الاهتمام بصحه الاطفال، لا ده بصحه السيدات وبصحه كبار السن وبصحة كل المصريين. يعني زي ما احنا شايفين في عيادات متنقلة للإطمئنان على صحة كل المصريين، مش بس فئة معينة. بين كل وقت ووقت وبحس ان في مبادرات كتيرة جدا لصحة المواطن، اهتمام بصحة المواطن والمرأة والتطعيمات بالنسبة للأطفال والقضاء على شلل الأطفال. في العهد الجديد ده في حاجات كتير قوي فعلا عملت طفرة بالنسبة لتحسين صحة المواطن المصري. يعني في دلوقتي في حملات اتعملت جديدة كويسه جدا للاهتمام بصحه المواطن المصري، زي حمله فيروس سي، حمله فيروس بي، حمله السرطان بتاع الرحم والثدي بالنسبه للاناث. في حملات حلوه كتير قوي، وطبعا المشروع القومي للبلازما. يعني أنا حاسة أن المبادرات اللي بتهتم بالمرأة وصحة المرأة والأم هي المسيطرة، سواء على النساء، العنصر النسائي أو العنصر الرجالي بشكل عام. طيب المبادرات دي أو هذا الجانب ما كانش موجود، وده اللي كمان أكدوا المواطنين في آرائهم. لأي مدى نقدر نقول أن تواجد هذه المبادرات عمل هذه النقلة في مستوى جودة الخدمة اللي بتقدم للمواطنين على الناحية الصحية؟
الحقيقه التحدي كان كبير زي ما قلت لحضرتك في البدايه خالص، فكان لازم نمشي بشكل متوازي، حاجات شورت تيرم او حاجات تدي مردود سريع وقريب يشعر به المواطن بشكل مباشر، وحاجات على المدى الطويل. كل مستوى رفع البنيه التحتيه والكلام ده كان بيحتاج وقت كتير جدا، فالمبادرات الرئاسيه هي اللي غطت الفجوه عشان تقدر تعمل لنا مردود مباشر يحس به المواطن. ازاي دكتور؟ ازاي؟ احنا عندنا الدول اللي يقاس تطورها بالحفاظ على اطراف الهرم السكاني وليس قلب الهرم السكاني. لما يبقى عندنا دوله المفروض انها ناميه، وزي ما قلت لحضرتك وسبق واعيد، احنا بنتكلم في نظام صحي كان منخفض السعه للغايه، تهتم بالاطفال واصحاب الامراض المزمنه وكبار السن والنساء المصابات او الكشف المبكر بالامراض او الاورام الثدييه بالنسبه للنساء. احنا كده بنتكلم في اطراف الهرم السكاني او اطراف المجتمع، احنا كده بنتكلم في الاطفال. لما يبقى عندي مبادره بتدور على السمنه والتقزم لدى اطفال المدارس، على فكره دي من المبادرات اللي انا شخصيا كنت يعني منبهر ان الدوله المصريه تمتلك هذه مبادره بهذا الشكل. عندي مبادره للكشف على الامراض المزمنه واللي عملت لنا حاجه مهمه جدا برضو، ممكن المواطن العادي مش حاسس بيها بس احنا كاطباء حاسين بيها. احنا بقى عندنا داتابيز، احنا بقى عندنا قاعده معلومات للمرضى المصابين بامراض الضغط والسكر وكل الامراض غير الساريه والامراض المزمنه. بقيت اقدر اقول انا في مصر عندي كذا مريض ضغط، بقى في مصر عندي كذا مريض سكر. الكلام ده كان بيتم بشكل ابحاث جامعيه مش مكتمله، بتاخد لنا زي ما بتقولوا بايلوت ستادي، باخد بعض المرضى في مكان معين واقول ان انا النسبه عندي كذا. لكن انا دلوقتي اقدر اقول بعد الكشف عن 53 مليون مواطن ضمن مبادره 100 مليون صحه، انا عندي نسبه كذا من امراض الضغط ونسبه كذا من امراض السكر. برضو الكشف المبكر على الامراض، عامه الكشف المبكر على الامراض هو جزء من منظومه التامين الصحي لمعظم الدول اللي بتمتلك انظمه صحيه قويه. احنا في مصر بنبني نظام تامين صحي شامل جديد، والمبادره اللي زي دي عملت داتابيز نقدر ندخل بيه المنظومه بشكل اقوى بكتير، وبالتالي المبادرات الرئاسيه قدرت تسد فجوه. انا نسيت اقول حاجه مهمه جدا. اتفضل. انا عندي مبادره القضاء على قوائم الانتظار اللي الناس كنت لسه تقريبا هتكلم مع حضرتك ما بقتش بتجيب سيرتها من كتر ما بقت معتاده. ما بقاش في قوائم لا هو بقى فيه لسه، هو قوائم الانتظار عمليه مستمره لا تنتهي، لان الناس اللي بتعمل بيجي وراها ناس ثانيه، ولكن احنا من كتر اعتيادنا على انها بقت موجوده ومستمره ما بقيناش شايفين انها انجاز، مثلا مع العلم انها انجاز عظيم ما يحسش بيه غير المريض جراحه القلب المفتوح او مريض القسطره القلبيه او مريض اللي كان بيدور على عمليه كبيره ما كانش عارف يعملها، وبالتالي دلوقتي بقى بيدرك ضمن المنظومه وفي ظرف يعني مده زمنيه منخفضه جدا بيلاقي نفسه جوه اوضه العمليات وبيعملها. ده إلى جانب كمان يا دكتور إضافة لكلام حضرتك، بند غير القادرين أو اللي بيتعالجوا كمان على نفقة الدولة. بص حضرتك، هو نظام نفقة الدولة ده عامة المفروض أنه بعد بداية التأمين الصحي مع يعني التأمين الصحي الشامل لما ينتشر بشكل كامل المفروض أنه هينتهي. لأن نظام علاج على نفقة الدولة هو نظام حساب تكلفة ليس أكثر. مشكلة الطب برضو أنه عملية مكلفة جدا، مكلفة بالنسبة للتجهيزات بالمستهلكات الأدوية والأجور العاملين كمان في القطاع الطبي. المنظومة على بعضها كده إحنا المواطن المصري أو المواطن العام العادي على مستوى العالم كله مش متخيل إزاي إن هو عشان يدخل يعمل كشف عن كذا وياخد علاج عن كذا بيكلف كام إجمالا. منظومة علاج نفقة الدولة هي منظومة حساب تكلفة في الأساس، يعني المفروض أعرف أنا بكلف كام. إحنا قدرنا يعني الدستور المصري بيكفل العلاج لكل مريض، الدولة المصرية بتكفل قرارات نفقة الدولة ماشي، لكن طبعا هو في زيادة يعني في زيادة مستمرة في الموضوع ده. يعني سنة 2021 زادت بنسبة تقريبا 7% عن 2020. طيب. طيب دكتور محمد، قبل ما انتقل مع حضرتك لملف كورونا، حضرتك لفت نظري لحاجة لتوزيع المبادرات. في مبادرات زي ما قلنا بتهتم بصحة الأم والجنين، سرطان الثدي، مبادرات للأطفال، الكشف عن الأمراض غير المزمنة أو السارية، والمبادرات اللي لها علاقة بالاعتلال الكلوي وغيره. خليني أرجع مع حضرتك، ليه تم اختيار هذه النوعية من الأمراض؟ هل احنا بنعمل دراسات؟ اصل اللي بيجي يراقب الوضع في مصر بشكل عام دلوقتي ما بقاش في عمليه العمل في جزر منعزله، ما بقاش في اي قرار بيتاخد بشكل عشوائي. انا عايزه حضرتك برضو ونفهم الساده المشاهدين، اختيار ان يحصل مبادره موجهه للاطفال ده بيتم على اساس ايه؟
هو مش مسألة اختيار الأطفال إيه يعني، هو مفيش دولة في الدنيا بتدور على مستقبل مش هتدور على أطفالها، ما هم دول المستقبل، فأنا لازم أدور على صحة الأطفال إيه اللي موجود فيها وإيه اللي ممكن يتعمل فيها الأيام اللي جاية. فبالتالي كانت مبادرة البحث أو الكشف عن السمنة والتقزم لدى الأطفال. الدولة لقيت إن في إنفاق عالي جدا في مجال سرطان الثدي، فبقى في الكشف المبكر على سرطان الثدي. الأمراض الغير السريعة اللي هي زي الضغط والسكر والكلام ده بتكلف الدولة مليارات. يعني العلاج المزمن لمريض الضغط سنويا بيكلف مبلغ عالي جدا. انا لازم بصرف النظر عن كوني ان انا اقدر افويد يعني الضغط مثلا مش مرض يمكن تجنبه، الضغط ده مرض اغلب الظن ما بيجيش كده، والسكر نفس النظام، ولكن الاعتلال الكلوي مثلا هل تعلمي حضرتك ان الغسيل الكلوي الغسله الواحده بتكلف الدوله 350 جنيه تقريبا. ماشي، بتدفع حتى المراكز الخاصه دي لو هيغسل في مكان خاص. كويس، طب انا لو لحقت المريض بتاع الفشل الكلوي قبل ما يوصل لمرحله الغسيل، شوف حضرتك انا هوفر، هو بيغسل 3 مرات في الاسبوع، شوف هيوفر كام سنويا من مريض واحد، وهخليه ما زال بني ادم منتج. صحيح. طيب، واحنا برضو من الملفات اللي حضرتك تطرقت ليها ملف جهود الدوله فيما يتعلق بمواجهه فيروس كورونا. قبل ما نتناقش مع حضرتك في هذا الملف، خلينا نشوف هذا التقرير عن جهود الدولة في مواجهة أزمة فيروس كورونا. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. بيت الشعر الذي وصف الوضع المصري في بداية أزمة كورونا والاضطرار إلى الإغلاق، مما يتسبب في خسائر ضخمة في وقت تسعى فيه الدولة للنهوض وتعزيز الاقتصاد. ولكن يبدو أن تلك السفن لم تتأثر بالرياح العاتية التي أطاحت باقتصادات دول أخرى عن طريق خطة حكيمة من القيادة على المستويين الصحي والاقتصادي. اطمئنوا وفي نفس الوقت احذروا، اطمئنوا أن الموضوع بيدار بشكل علمي واحترافي ومهني بشكل كبير جدا جدا كإدارة أزمة وكقدرات دولة في مواجهة هذا الموضوع. على المستوى الصحي، تمكنت مصر من النجاح في مكافحة فيروس كورونا وتحجيمه بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض في أعداد الإصابات والوفيات، مستخدمة عدة أدوات كان في مقدمتها حملات التوعية للمواطنين، مروراً بإجراء تجارب سريرية على عدد من اللقاحات الخاصة بمكافحة الفيروس، انتهاءً بتوفير اللقاحات. وخلال موجات كورونا المختلفة، خصصت المنظومة الصحية في مصر العديد من المستشفيات كحجر صحي لاستيعاب أكبر عدد من المصابين، على عكس العديد من الدول الأوروبية التي شهدت عجزاً في استقبال المصابين بالفيروس. وبدعم رئاسي أنفقت مصر أكثر من 400 مليون دولار لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من مصادر متنوعة، الأمر الذي يساهم في توفير أكبر قدر ممكن منها. شايف أن في مجهود محترم وجامد يعني، وفي تسهيلات للناس اللي بيوع على طول بيتلقى اللقاح وبياخد معاد للجرعة التنشيطية، وده شيء جميل جدا ويشكروا عليه. لا الصراحه الدوله موفره كل الجهود وعامله كل احتياطاتها بحيث ان كل واحد بياخد اللقاح وهو يعني مرتاح ومن غير زحمه ولا اي حاجه وفي كل مكان الصراحه. والله انا شايف برضو الدوله قايمه بدور جبار يعني، وده حتى في المترو وفي جميع الاماكن موجود اللقاح وبيتحايلوا على الناس تروح، وللاسف الشديد يعني في ناس عاصفه عن الموضوع ده ليه، وان شاء الله يعني انا شايف ان جميع انواع اللقاح متوفره. الدوله عامله مجهود كبير وفي كل حته دلوقتي وسهلوا على الناس دلوقتي في كل حته، مش لازم تسجلي على النت وكده، قالوا في كل منطقه مكان يعملوا فيه ياخدوا اللقاح. هو موجود متوفر ومتوفر مجانا، ما فيش اي مشكله فيه يعني، بمجرد ما الشخص بيسجل بالرقم القومي على موقع وزاره الصحه، الناس بصراحة بيبعتوا رسالة في ساعتها
بيدينا اللقاح المناسب يعني حسب نوع الحاله اللي موجوده. وعلى الجانب الاقتصادي اتخذت الدولة خطوات كان أبرزها تخصيص 100 مليار جنيه للتخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة، وزيادة المعاشات بنسبة 14%، والتوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، ودعم العمال غير النظاميين في القطاعات الأكثر تضرراً، وتشمل 1,600,000 مستفيد، بالإضافة إلى تدبير 18 مليار جنيه لجميع احتياجات قطاع الصحة. كما تم تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وتخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3%، مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال. كل هذه الإجراءات كانت سبباً للمرور من الأزمة بدون خسائر اقتصادية أو صحية للمواطن المصري الذي كان يعاني من آثار اضطرابات الفوضى السياسية والإرهاب، عن طريق سياسة وخطة حكيمة وضعتها القيادة المصرية. دكتور محمد، يمكن حضرتك في أول كلامك اتكلمت على فيروس كورونا وإزاي الدولة قدرت تسيطر على فيروس كورونا. يمكن التقرير عرض الجهود اللي قامت بها الدولة. شفنا أنظمة طبية في العالم انهارت من هذه الجائحة، ولكن القطاع الطبي في مصر نقدر نقول إن هو كان صامد وواقف على رجله إلى حد كبير. حدود التأثير بتاع هذه الجائحة تماشيا مع الجهود اللي خدتها الدولة، حضرتك تقدر تقيم كل ده إزاي؟ والله يعني هي مشكلة كوفيد أو مشكلة جائحة كورونا على مستوى العالم كانت كاشفة للكثير من الحقائق، وكانت داعمة للكثير من القرارات اللي ما كانتش ممكن نقدر نقول إنها كانت هتتاخد أو هتبقى موجودة على الساحة في ال10 سنين اللي جاية. مثلا نمرة واحد، هي أثبتت قيمة الاستثمار في الصحة، قيمة الإنفاق في المجال الصحي شكله إيه. نمرة اتنين، أثبتت قوة الأنظمة السياسية في المواجهة السياسية مش الطبية كمان في المواجهة عن طريق الحذر وليس الفزع. احنا شفنا أنظمة سياسية قوية جدا ولكنها فزعت إلى درجة أنها يعني كادت أن تعمل انهيار كامل في الدولة بتاعتها بسبب هذا الموضوع. الدولة المصرية التحدي ده تحديدا ينبغي أن نرفع له القبعة بشكل واضح وصريح، يعني زي ما بيقولوا الإنجليزي، لأن ببساطة شديدة جدا احنا كان عندنا لما احتاج الأمر إغلاق حصل إغلاق، لما احتاج الأمر إغلاق جزئي حصل إغلاق جزئي، وكان المعاملة على مدار الساعة مفيش حد أشد أعداء أو المعارضين لأي نظام في الدنيا ما كانش يقدر يقول إن كان ممكن يتم أفضل مما تم في خلال عام فيروس كورونا. صحيح. الحقيقة إن التوجه كان سريع جدا، كان واضح. سيادة الرئيس طلع بعد ظهور الفيروس في مصر بأقل من أسبوعين ورصد 100 مليار جنيه مصري في قطاع لمواجهة جائحة فيروس كورونا، منهم مبالغ تم ضخها بشكل مباشر في القطاع الصحي كلنا حسينا بيها، ومنهم مبالغ تم ضخها في البورصة لدعم البورصة، ومنهم مبالغ تم ضخها للعاملين للعمالة غير المنتظمة والكلام، ودي كانت مبالغ مهولة جدا. أنا يعني من مراقبتي للأنظمة السياسية في العالم أنا ما شفتش نظام سياسي عمل كده. أنا عايز أقول لحضرتك إن في أنظمة بدون ذكر أساميها يعني والمفروض إنها أنظمة سياسية قوية جدا، يعني هي اكتشفنا قد إيه هي بخيلة في الإنفاق في القطاع الصحي تحديدا، وشفنا بنية تحتية كمان كانت بالنسبة لناس كتير في العالم مفاجأة، انهيار بنية تحتية بهذا الحجم ما فيش قدرة استيعابية زي ما حضرتك قلت. لما شفنا الفيروس تفشى في إيطاليا تحديدا في البداية خالص، وأنا يمكن عشان يعني سافرت كتير وعارف النظام شكله إيه هناك أو النظام الصحي قوته قد إيه هناك، أنا توقعي الشخصي إن هذا الفيروس لما ينزل مصر إحنا مش هنكمل 10 أيام أسبوعين وسينهار النظام الصحي المصري. النظام الصحي تمكن من الصمود بسبب ان محدش اصابه الفزع، هو احنا تمكننا من الصمود لان احنا عرفنا نعمل التراك بتاعنا ونكمل فيه بشكل منظم واضح، عارفين امتى هنصرف
وهنصرف فين والمريض هيروح فين. فكرة مستشفيات العزل، أنا شخصيا من الناس اللي عندي كان عندي يعني بعض التحفظ على مستشفى للعزل فقط، كنت محتاج إن يبقى فيه تراك، لأن أنا من الناس اللي كنت شايف إن كورونا مكمل معانا شوية. مستشفيات عزل وممرات أمنة يا دكتور. أنا كنت شايف إن كورونا مكمل معانا. بس معنا في يعني بعض الأطباء يمكن برضو أرجعوا سبب عدم انهيار القطاع الصحي في مصر في مواجهة فيروس كورونا، هو النقطتين اللي حضرتك بدأت بيهم في الأول خالص، بنية تحتية المراكز والوحدات، تأهيل البنية التحتية وإعادة رفع كفائتها مرة تانية، والعنصر البشري وتدريب الكوادر البشرية. احنا كمان يمكن في أزمة كورونا احنا شفنا لا احنا لسه بندرب الأطباء على البروتوكولات، العالم كله مش فاهم هو ايه، ويمكن مصر كانت ماشية مع كل ده خطوة بخطوة. يعني لو انا بتكلم غلط برضو حضرتك صح. لا مش قصدي، واحنا هنا لو هنتكلم بالطريقة دي احنا لازم نوجه التحية للطاقم الطبي او الافراد الطاقم الطبي، اطباء وممرضين وعاملين بالمستشفيات المصرية، لان هم واجهوا جائحة غير مسبوقة على مستوى العالم. حتى الناس بتشبهها بالانفلونزا الاسبانية، انا بقول لحضرتك ان انا اعتقد ان التأثير كان اشد بكتير. انا ما كنتش معاصر طبعا الانفلونزا الاسبانية في اوائل القرن الماضي يعني، ولكن احنا بنتكلم في جائحة اطاحت بانظمة صحية كاملة، شفنا ناس مرمية في الشارع. في مصر الوضع ده ما كانش موجود، النظام الصحي المصري او الاطباء على رأسهم طبعا ومعاهم الطاقم الطبي كله تمريض وعمال وكلام ده، لازم نوجه ليهم التحية. الفكرة برضو كمان ان فيروس كورونا وجه الانظار لحاجات مهمة جدا. احنا محتاجين احيانا كنظام او كدولة ان احنا يبقى معانا ادوات نتعامل بيها في الجوائح. وبالتالي كان هو الداعم ان احنا يبقى فيه دلوقتي قانون لمواجهة الطوارئ والجائحات الطبية اللي تم صدوره منذ أيام من مجلس النواب، وأنا كنت ليا شرف الاشتراك في مناقشته في مجلس الشيوخ أو في مناقشة بعض بنوده. صندوق الطوارئ الطبية اللي تم مناقشته ده حاليا بوجوده احنا ما بقاش يعني بقينا أكثر أمانا أو أكثر اطمئنانا في مواجهة جائحة، سواء جائحة قادمة أو حتى استمرار الجائحة الحالية إن شاء الله. يعني أنا كمان تشرفت بوجود حضرتك معايا النهاردة عشان نوري سادة المشاهدين المشهد بشكل عام، وإيه اللي حصل في غضون 7 سنوات في قطاع الصحة. دكتور محمد البدري أستاذ بكلية الطب وعضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا لحضرتك، والشكر موصول مني لحضراتكم على طيب المتابعة. يمكن النهاردة شفنا ماذا حدث في قطاع الصحة، حلقات الحصاد مستمرة، الأسبوع المقبل إن شاء الله هيكون لنا قطاع آخر وحصاد آخر. إلى اللقاء. عشان حلمك يشوف النور، تعبنا له سهرنا له وانجزنا يدوب في الشهور، ما حدش جي على باله حسبنا لك سرنا لك ايه تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.